أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يقول: فضيلة الشيخ، وجدت رجلا كبيرا في السن يقول بأن الإنسان لا يبعث، ووجدت أن تذكيره أو تفهيمه في هذه الأمور، أمور البعث، ربما يحدث لديه متاهات، فكيف أفعل؟ وهل يعذر بالجهل، مع العلم بأنه يؤدي الصلوات في وقتها ونحسبه رجلا خيرا إن شاء الله ولا نزكي على الله أحد؟ إذا كان ينكر البعث فهو كافر، لأن هذا دين المشركين الذين ينكرون البعث. والإيمان بالبعث واليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا بد منها. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر اليوم الآخر وهو البعث، لا بد من الإيمان بالبعث والعمل للآخرة، ومن أنكره فهو كافر، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فعليك أن تفهمه وأن تعلمه، ولا يعذر بالجهل، لأنه يسمع القرآن ويسمع كلام الله عز وجل في إثبات البعث والرد على الذين ينكرونه، ليس معذورا بالجهل لأنه بلغه القرآن، القرآن تكرر فيه ذكر البعث وذكر القيامة، ذكر الحساب والجنة والنار، كيف يكون جاهلا وقد بلغه القرآن؟ نعم.